برج الثامن. برج العقرب يلي قطع باهتزازات مهنية كانت صعبة كتير، كأنه كان واقف بالنص ما بين فريقين، فريق بشد وفريق بيرخي، وكمان كأنه في مين كان عم بحاول عم يجتهد على إزاحته من مكانه أو حتى تقليص صلاحياته، تحجيمه كأنه أو استبعاده من الناحية المهنية، ولكن حنشوف. نعم مثلا ايه لسه العقرب اه صار معاه اوكي هيك، صار معاه هيك. اه اوكي ولكن العقرب من الابراج اللي تعتبر مرزوقه وكمان تعتبر محظوظه، وكمان انه ما في شيء بيقدر انه ياثر عليه. اي ضغوطات مهنيه من مطارح بتلاقيه بيدعس وبيرجع بيقلع وبيرجع انه بيثبت جدارته وبيثبت حضوره، وراح يفاجئ الكل بانتصاره. راح نشوف السرعه من بدايه، بالنسبه للامور المهنيه راح نشوف السرعه من الشهر الثاني من العام. وهون كمان انا كنت بدي اقول لمواليد برج العقرب يلي هو جو بايدن من مواليد برج العقرب، وهيلاري كلينتون من مواليد برج العقرب، وكان الخصم تبعهم اللي هو جوزاء، كيف قلبت الامور بال 2016 وفاز ترامب يلي هو كان جوزاء وكان صاعد برج الجوزاء بمطارح كتير عالي، وخسرت كلينتون. وهلأ هون العكس هو الصحيح، ومشان هيك لما بعثت لك الفيديو شفتي ست نضال كيف قلت انه جو بايدن هو المتقدم وهو الربحان، ودايما عنده رح يوقف، لن يستسلم ترامب مثل ما قلت ذكرت بالفيديو. ف ذكرتيه قبل بأكتوبر، يعني قبل ما تبدأ الانتخابات. 100% 100% هي كانت الحلقة عن الانتخابات الأمريكية شو رح يصير. فهون شفت الخارطة الفلكية تبع الشخصين يلي هن أمام خصومة مهنية أو منافسة مهنية، وتبين عندي قديش العقرب الكفة الراجحة، فمثل ما قلت أنا أنه رح يفاجئ. بايدن عقرب، نعم بايدن عقرب، يس جو بايدن. يس يس هو برج العقرب صح، وترامب هو برج الجوزاء. جوزاء، يا اي، فمع انه هيلاري كلينتون كمان كانت هي عقرب، بس ما حلف الحظوظ لانه كانت الاجواء الفلكيه معاكسه جدا على مولود برج العقرب. وانا حتى بال 2016 بشك بنزاهه الانتخابات الامريكيه، يعني كان لازم يكون الفائز هي كلينتون وليس ترامب، مشان هيك قلت انا حشوف في تزوير. قعدت اتوقع وقلت حشوف في تزوير. ما راح اتفق انا وياكي بهالجانب، انا مع ترامب. لا بغض النظر انا مش مع حدا، بس انا عم بحكي اجواء فلكيه. انا مش مع حدا، مع الاثنين انا ما بيعملوا يوم التزوير بالانتخابات تاعول السنه. اي، فانا مش مع اثنين، ولكن انا عم بحكي كاجواء فلكيه، كدراسه فلكيه، خارطه فلكيه. وبتعرفي بهالمجال ما لازم يكون واحد مع حدا، بده يقرا المصدر ليكون صادق بس احنا كمتلقين ما بنحب نسمع شيء ما بنحبه، لو مية كنت بالمية علميا وهيك وبعرف. صح 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 اوكي، اذا جو بايدن ما راح ينجح ان الله راد. العقرب سنه سيئه جدا، اذا كان جو بايدن العقرب سنه سوري اليسا، سوري كل اصحابي عقرب، بس سنه فيري باد. حتكون اجمالا حيحطوا له عصب الدوليب كثير كبيره، يعني منا حتكون ولايته انه سهله ابدا، يعني من هلا عم بيلاقي انه في عصب الدوليب، بعد في حيكون في مشاكل كثير، عم بيقطعوا الطرق عليه بكل الاتجاهات. ترامب رجل ذكي جدا، عم بيتحدى شخص من مواليد برج الجوزاء، بينام بشيء وبيقوم بشيء ثاني، فما حتكون سنه انها ايجابيه على بايدن بالمرحلة القادمة. فمشان هيك قلت أنا، وحتى أمريكا حترجع للحكام الأصليين، لأصحاب الأرض، أصحاب الأرض اللي هي إذا ملاحظين بالديمقراطيين كاميلا هاريس من الجذور الهندية، فحنلاقي أنه المستقبل القريب الحكم بأمريكا لأصحاب الأرض. ما حبيتك. واو ما حبيتك. لا ليه بس يعني بدي اقرا، بدي افهم شو عم بتقولي.